أولا المهندس عبد الرحمن الشريف أمين عام نقابة المهندسين، عقد المؤتمر اليوم لأن دي نقلة تاريخية في تاريخ النقابات المهنية وليست نقابة المهندسين فقط. يعني كنا بنعمل حاجة في مادة في الدستور بنحلها المحكمة الدستورية العليا، دي تنفيذا ل أو تأهيلا لتنفيذ لمواد الدستور، لأن قانون النقابة أصدر سنة 74، يعني من حوالي 40 سنة. فقطعا بعد ما الشعب صد على الدستور لابد ان احنا نحترم الدستور اعلى من اي قانون. فدي نقله تاريخيه في تاريخ النقابه، ليس معناها عدم تدخل السلطه التنفيذيه ولكن احتراما للدستور اللي صد عليه الشعب جميل الشعب المصري، ان احنا نحترمه. وبيبقى النقابه المهنيه كنقابه حره تقدر تمارس مهامها المهنيه لصالح المهندسين او لصالح اي نقابه مهنيه، ما بقاش فيه وصايه ثانيه، ما فيش اي وصايه جهه تنفيذيه. لا، الخلاف موجود في اي حاجه اختلاف راي وليس خلافات. احنا هنا كنقابه المهندسين يعني جهه زيها زي بنعمل موضوع بمبدا الديمقراطيه، كل مهندس له الحق في ابداء رايه. دي جلسه مجلس اعلى، والمجلس الاعلى هو السلطه العليا في نقابه المهندسين. والخلاف اللي حصل او الراي الاخر اللي حصل من السيد المهندس ده عضو مجلس اعلى، ومن حقه ان هو يقول رايه المخالف، وليس هناك حجر على اي حد في ابداء رايه المخالف ده ولا كلمه. لا، طالما في حدود القانون، في حدود السلطات المخالفه وحدود القانون خلاص، مفيش طلاق قانوني.